مع المادة التالية بعنوان الهجرة النبوية، الخطبة الثالثة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم، إنها هجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكونه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. وقد فسر العلماء مدخل الصدق بمدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حين هاجر إليها، ومخرج الصدق مخرجه من مكة حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة، واختاره الإمامان ابن جرير وابن كثير. وقال الإمام ابن كثير في الآية: أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، فأذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب، فصارت له دارا وقرارا وأهلها له أنصارا. ومما يدل على أن هجرته صلى الله عليه وسلم كانت بوحي وإذن من رب العالمين ما ورد في البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام استأذن على أبي بكر فأذن له، ثم قال: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63، خرجه البخاري. يقول الحافظ ابن كثير: وقد كانت هجرته صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 13 من بعثته، وذلك يوم الاثنين، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، رواه الإمام أحمد. يقول الإمام ابن إسحاق غفر الله له: لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعه، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب،
التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوا، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم، ويقال إن وليهم وشيخهم إبليس حضرهم في صورة شيخ جليل من أهل نجد، وذلك لأن قريشا منعت أهل تهامة من الدخول في رأيهم لأن هواهم مع محمد. سبب ثان ألا وهو ما لأهل نجد من منزلة عند العرب وشجاعة وحسن رأي، فلذا تمثل الخبيث في صورة من يقبل منه، كما أنه يتمثل لبعض الناس في صورة الصالحين فيزعم أنه الخضر أو غيره من الأنبياء والأولياء. وكان ذلك اليوم يسمى بيوم الزحمة، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال إبليس: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي. فتشاوروا ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا فرغنا منه فأصلحنا أمرنا. فقال إبليس: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم ويأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل أي الدية فعقلناه لهم. فقال إبليس: القول ما قال الرجل، هذا الرأي ولا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. قال محمد بن كعب القرظي غفر الله له: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل، قال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن بايعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟
قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش مسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. رواه ابن إسحاق ورجاله ثقات، وهو مرسل حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأورده ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأورده أيضا صاحب السيرة الصحيحة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: شرع علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالحجارة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسه بردة، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس بردة، وجعل علي يتضور أي يتأوه ويضج من ألم الحجارة له، فإذا هو علي فقالوا: إنك للئيم، إنك لتتضور، وكان صاحبك لا يتضور، ولقد استنكرناه منك. أخرجه الحاكم وصححه العلامة أحمد شاكر أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: وغفر له وأسكنه فسيح جناته. جاءه صلى الله عليه وسلم جبريل بالوحي من عند ربه فأخبره بذلك، أي باجتماعهم على قتله، وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها، متقنعا أي مغطيا رأسه، فقال له: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن بالثمن. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر وآل أبي بكر. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. نعم، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنهما، خرج مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى، راغبين فيما عنده، قاصدين نصرة دينه. فارق مكة وهي أحب البلاد وخير البلاد. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الحجورة وهو موضع بمكة وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم في مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع أيضا. تقول عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر: جهزناهما أحث الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. قال: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف اللق أي حاذق سريع الفهم، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت لا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يخترق الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس،
يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، فكان في الغار ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهما، وذلك لأن المشركين حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما 100 من الإبل، واقتصوا آثارهما حتى اختلط عليهم، فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار، فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهما حفظا من الله لهما. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله في ذلك قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولقد ذكر الله تآمر الملأ من قريش على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنجاه الله وأبطل مكرهم وكيدهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوه عليا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال. رواه أحمد، وقال الحافظ بن كثير: هذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال ابن القيم: غفر الله له، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، انتهى كلامه. وابن عساكر أن حسان بن ثابت مدح أبا بكر فقال: والثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. يقول ابن أبي مليكة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر إلى ثور، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة وخلفه مرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك، وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر: كما أنت يا رسول الله، حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه، فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك. قال نافع: فبلغني أنه كان في الغار جحر، فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البغوي، وقال الحافظ ابن كثير: هذا مرسل، وقد ذكرنا له شواهد أخرى في سيرة الصديق رضي الله عنه. وقد قال العلامة يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي، الذي وصفه ابن القيم بأنه حسان السنة في وقته، وصف حال أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وذكر بذله نفسه في الذب عنه فقال: وأمته خير القرون وخيرهم، صحابته أزكى الأنام وأورع، وخيرهم الصديق إذ هو منهم إلى السبق في الإسلام والبر أسرع، وفي ليلة الغار افتداه بنفسه
حذارا عليه من أراق ما تلسعه، وأتحفه بالبكر عائشة التي براءتها في سورة النور تسمع، فكان له صهرا وصلى وراءه النبي صلاة الصبح والصحب أجمع، ورد فريق الردة الزائغ الذي بفرض زكاة المال أصبح يمنع، إلى أن أقام الدين بعد اعوجاجه وأضحى حمى التقوى به وهو ممرع، رضينا به بعد النبي خليفة على عقده كل الصحابة أجمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول أسمع بنت أبي بكر: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ثم انصرفوا. وروى ابن إسحاق عنها أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسي. قالت: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت، كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. ومما ينبه عليه في هذا المقام أمور متعلقة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت. ومنها: أولا، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي، فأسكنني في أحب البقاع إليك. رواه الحاكم، وقال الذهبي: إنه موضوع أي مكذوب. وقال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم أنه منكر موضوع. ثانيا، قال الإمام ابن كثير في تاريخه: حكى ابن جرير عن بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثور، وأمر عليا أن يدله على مسيره ليلحقه، فلحقه في أثناء الطريق، وهذا غريب جدا، وخلاف المشهور من أنهما خرجا معا. ثالثا، روي أن أبا بكر رضي الله عنه سد كل جحر في الغار، وبقي منها جحر واحد فألقمه كعبة، فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسيل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. وقال الحافظ ابن كثير: وفي هذا السياق غرابة ونكارة. رابعا، قال الإمام ابن كثير: ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك، يعني قوله: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاءونا منها هنا لذهبنا منها هنا. فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر، وإذا البحر قد اتصل به، وسفينة مشدودة إلى جانبه. وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف، ولسنا نثبت شيئا من تلقاء أنفسنا، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به، والله أعلم. خامسا، روي أن أبا بكر قال لابنه: يا بني، إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. أخرجه البزار، وفي سنده موسى بن مطير القرشي. قال فيه الحافظ ابن كثير: هذا ضعيف متروك، كذبه يحيى بن معين، فلا يقبل حديثه، والله أعلم. سادسا، روي أن المشركين لما كانوا عند الغار تقدم أحدهم ثم رجع، فقالوا: ما ردك أن تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أنه ليس فيه أحد، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أن الله درأ عنهما بالحمامتين، فبرك عليهما وأحدرهما إلى الحرم، فأفرخا كما ترى. وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تينك الحمامتين.
وهذا الحديث لا يثبت. في سنده عون بن عمرو وهو الملقب بعوين، قال فيه يحيى بن معين لا شيء. وقال البخاري منكر الحديث مجهول. وفي سنده أيضا أبو مصعب المكي، قال ابن حجر لا يعرف. وقال الحافظ بن كثير وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر عداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، ففي هذه القطعة من سيرته صلى الله عليه وسلم فوائد، منها أن الله أنزل في هجرته عليه الصلاة والسلام قوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في اختصاره لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قتادة: علم نبي الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله الله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم، انتهى كلامه. ومنها أن في الهجرة منقبة وفضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم للصحبة في الهجرة، وهو الذي سخر أولاده وخادمه وماله ونفسه لإتمامها، فبذل النفس والنفيس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيه من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال القرطبي في تفسيره: والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق رضي الله عنه على جميع الصحابة. ومنها أن في الهجرة أيضا منقبة وفضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وفداه بنفسه، وهو الذي قام بعده يؤدي الأمانات التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن يقول بعدها: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومنها أن في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر، في هذا دليل على زيارة الكبير لمن هو دونه، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه استأذن، ففيه أن الاستئذان من آداب دخول المنزل. ومنها أن الإسلام دين وفاء وبر لا خيانة وغدر، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرجه أهل مكة وسعوا في قتله، ومع ذلك يوصي عليا وهو في ساعة الفراق والوداع، يوصيه برد الأمانات إلى أهلها من المشركين، فحبس علي نفسه على ذلك وبقي بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي الحقوق إلى أهلها. ألا فليتق الله من يضيع حقوق العباد ويخون الأمانات ويأكل المال الحرام. ومنها أن من أخلاق الدعاة الصادقين الزهد فيما عند الناس، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
ونرى هذا واضحا في هجرته صلى الله عليه وسلم لما قدم له أبو بكر راحلة أعدها لهذه الرحلة، فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن. وفي هذا فائدة أخرى، وهي أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون هجرته من ماله هو ليكمل له فضل الهجرة بنفسه وماله. ومنها أن الله يبطل كيد الكافرين ولا يصلح عمل المفسدين، فها هم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل مكان، يسوقهم الغيظ والعداء للإسلام والطمع في جائزة قتله عليه الصلاة والسلام وهي 100 من الإبل، فرد الله كيدهم وأعمى أبصارهم وهم عند باب الغار، كما قال عز وجل: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وكما قال سبحانه وتعالى: فأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ومنها أن في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، فائدة، وهي مشروعية تسكين وطمأنة من نزل به أمر يحزنه. ومثل هذا قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة وخاف على نفسه، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومنها أن الضمير في قوله: فأنزل الله سكينته عليه، يعود على أبي بكر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعود على أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة من قبل. ومنها أن هذا الحزن الذي أصاب أبا بكر ليس بنقص، كما لم ينقص إبراهيم حيث قال الله عنه: فأوجس منهم خيفة، ولم ينقص لوطا كما في قوله عز وجل: قالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. ومنها بيان قدرة الله جل وعلا في تغيير الأحوال، ففي تلك الأيام الثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار في جوف جبل مظلم موحش، يبحث العدو عنهما ليفتك بهما، وما هي إلا سنوات، وإذا بهذا النبي الكريم يدخل مكة فاتحا مظفرا مؤيدا بعشرة آلاف من المسلمين، وبين أيديه هؤلاء الذين كانوا يبحثون عنه يوم الغار ليقتلوه، فينعم عليهم ويطلقهم ويكسر الأصنام في يوم أعز الله فيه جنده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك الصديق صاحب الغار صار من بعد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسير جيوشه إلى بلاد فارس والروم، وما من ملك إلا وهو يهابه لا يدري متى تصل جنود الصديق إليه. صدق الله جل وعلا حين قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وفي هذا تسلية لأمة الإسلام المغلوبة اليوم أن ما حل بهم من تسلط الأعداء له أمد قريب، ثم ترتفع راية الحق بإذن الله عالية، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن الفوائد أخذ الحذر والإتيان بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا، أي متغطيا لئلا يعرفه العدو، ثم اختفى في الغار أياما حتى خف الرصد والبحث عنه. وهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ومنها أن للمرأة أثرا عظيما في نصرة الدين ونصرة رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعلت عائشة وأسماء رضي الله عنهما، ثم شرفت الأولى فصارت من أمهات المؤمنين، وأما الثانية فسماها المسلمون ذات النطاقين تكريما لها وإجلالا. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين،
ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وألف بين قلوبهم واجمعهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.